هنروح مع حضراتكم لدراسة أخرى، هي دراسة حديثة عملتها جامعة في السويد عنوانها التربة الإلكترونية. الدراسة اتكلمت عن هذه التربة وقالت إنها الأمل في الزراعة الحضرية المستدامة وأيضا الأمن الغذائي. ايه حكايه هذه الدراسه؟ ايه التربه الالكترونيه الزراعيه او الاي سويل؟ ازاي بتشتغل؟ ازاي هتكون نتائجها في المستقبل؟ دي كل التفاصيل اللي هنتعرف عليها من خلال ضيفنا الموجود معانا على التليفون دكتور احمد جلال، عميد كليه الزراعه بجامعه عين شمس سابقا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وبعد التحيه، ايه الاي سويل او ايه التربه الالكترونيه؟ اولا صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المعظم. حضرتك طيب. تعريف بسيط جدا، هذا الموضوع طبعا ليس بجديد. هذا المزيج المستخدم فيما يسمى بالتربه الالكترونيه هو ليس بجديد، وعلى فكره هو ليس احد حلول ان هو بتحل مشكله الامن الغذائي على مستوى العالم. لو جينا شفنا يعني بتعريف بسيط جدا، احنا عندنا حاجة اسمها الزراعة المائية. الزراعة المائية دي اللي هي الزراعة بدون، هذه الزراعة يا اما تكون في محلول مائي مغذي او عن طريق بعض دكتور احمد طب دكتور احمد الصوت مش واضح، اتمنى لو حضرتك تقف في مكان يكون فيه الشبكة افضل كده. يا فندم الصوت واضح؟ اه يا فندم اتفضل. فهو عبارة عن الزراعة المائية دي بتستخدم بعض الوسائط، يعني صح؟ ايه وسائط الكسب؟ بتسمى الصوف المعدني او الصخري. هذا الصوف المعدني قدرته على التحلل صعبة جدا، بالاضافة انه بيحتاج كمية كبيرة جدا من الطاقة في عملية انتاجه. اللي حصل ان الجامعة الالمانية استخدمت مكون جديد في هذه الزراعة. هذا المكون هو عبارة عن موصل الكتروني ايوني عضوي. والمكون الاساسي فيه هي ماده اسمها السليوز، وهي طبعا ماده بوليمر حيوي متوفره بصوره كبيره جدا ممزوجه بموصل الحيوي. ده بتبقى هي الركيزه. فاللي حصل هو ان استبدال ركيزه في الزراعه المائيه بركيزه اخرى. الهدف من هذه الركيزه هو عمليه تنشيط للجذور، تنشيط كهربائي للجذور. ولكن هم حتى الان يعني حتى التصريحات بتاعت دي تقول انهم لم يصل التقنيات الحيويه اللي بتقول ايه اللي بيحصل او ايه النتائج المتبعه على ذلك. فالقصه كلها يعني زي ما انا بقول لحضرتك حاجتين، هي ماده ده ولكنها ماده موجوده بالفعل وكانت تستخدم استخدامات اخرى، استخدمت في الزراعه لاول مره، هم استخدموها في الزراعه لاول مره. نمره اتنين، هي ليست يعني وسيله هو للاسف يا دكتور احمد الصوت بيقطع، فلو تغير المكان اللي حضرتك موجود فيه عشان نقدر نسمع حضرتك بوضوح. هل كل البذور، هل كل النباتات تصلح ان هي تزرع في هذه التربه الالكترونيه، ولا برضه هنفضل نعتمد على التربه العاديه بجانب التربه الالكترونيه؟ بص حضرتك، لا غنى عن التربه العاديه وخصوصا للمحاصيل الاستراتيجيه اللي بتخص العالم كله زي القمح. يا دكتور احمد، امن عن التربه العاديه فيها. اما فيما يخص هذه الوسيله اللي هي بيسموها الهيدروبونيك او الزراعه الالكترونيه، كلها هي عباره عن انا اقدر استخدمها في المحاصيل الورقيه او الخضروات، وتستخدم في بعض الاماكن الاشد قحوله اللي فيها مشاكل والارض لا تصلح تماما للزراعه. هي وسيله تساهم بجزء مش كبير، جزء ضئيل جدا مفهوم، لكنه حل في الانتاج الزراعي، ولكن ليست هي الحل لمشكله الامن الغذائي على مستوى العالم. يعني طب دكتور، حضرتك ذكرت خلال حديثك انه يعني هذه التربه مش يعني لا ترقى لكونها الامل في الزراعه الحضريه والامن الغذائي. اذا اهميه هذه الدراسه، لانه اكيد الدراسات دي بيتم فيها دفع أموال، وبيتم فيها حتى يمكن في وقت كمان بيبذل وفي مجهود بيبذل، لو بالفعل هي مش هتساهم بهذا الشكل، إيه أهميتها يا فندم؟ هي أهميتها زي ما أنا قلت لحضرتك، أوريدي الزراعة المائية موجودة، الركيزة المستخدمة في الزراعة المائية هو الصوف الصخري أو الصوف الحراري. هذه المادة أولاً مادة مكلفة، مادة فيها صعوبة في التحلل. هم كل اللي عملوه إن يستبدلوا المادة دي بالماده الاخرى اللي هم سموها التربه الالكترونيه، لا اكثر ولا اقل.
يعني اذا هي محاوله ولكنها في طور الدراسه. هي محاوله في طور الدراسه، حتى هم اللي رئيس الفريق قالت كده ان احنا لم نصل الى الحلول ولن نستطيع ان نقيم هذه التجربه في اليه تحقيق الامن الغذائي او جزء من الامن الغذائي في هذا الموضوع. يعني هو الفريق البحثي نفسه بالاضافه هو ما يعرفش النو هاو او الاليه اللي حفزت نمو الجذور، لان هم استخدموه على الشعير فقط ولم تستخدم على اي محاصيل اخرى. شكرا جزيلا دكتور احمد جلال عميد كليه الزراعه بجامعه عين شمس، سابقا الف شكر لحضرتك.